السلام عليكم طلاب الرابعة، مستمرين بالميديكال إثكس. محاضرة اليوم دكتور patient communication part 2. It's about the religious belief and medical ethics. Religion and spirituality, الروحانيات والدين, have profoundly impacted on social thoughts, teaching, health and medical ethics. حاليا حقيقة أكو تأثير كبير موضوع الاعتقادات والدين بالطب وأخلاقيات الطب كذلك بشكل مؤثر وكبير. يعني هذه هي المحاضرة الدور أنه ملخصها أنه خلي نقول يعني نقطتين رئيسية أو المحورين، أو أنه هذا التأثير حقيقة ده يأثر على موضوع الريليجن والكستم والبليف، ده يأثر على موضوع البروجرس والبروسيس أوف تريتمنت أند دايجنوزيس بالنسبة للبيشنتس اللي عندهم معتقدات معينة، وبالمقابل يعني الأطباء بشكل عام ما عندهم انترست ولا تايم ولا يعني واهس إن صح التعبير، أو أنه يواكبون ويعرفون هذه البليفز بحيث يعرفون كيف المدارات بين الطب وبين يعني أخلاقيات الطب والطب وبين المعتقدات والدين اللي يملكوها المرضى. ولذلك ذكروني إذا نسيت أنه إن شاء الله موضوع المحاضرة والفيديو من ألصقة بالكلاس روم، أسوي له أتاتشمنت أنه أكو فيديوهات اثنين تبين لكم حالتين، أنه اولا ما مرينا عليه بشكل سريع كيف انه اكو هو نفس الطبيبه تتحدث ويا مرضى صينيين، لكن حتشوفون كيف الحاله الاولى الباد كوميونيكيشن والثانيه الجود كوميونيكيشن، انه كل هذه موضوع الريسبكت، موضوع انه not interested in listening. هذا الصيني عنده هي تتكلم بيور ميديسين وما تعطيه مجال، وهو ده يتكلم على معتقده، وكنا يخبرها انه كنا بالصين احنا يفيدنا هذا الدواء بالنسبه للالم مال الفم او السن او كذا وهكذا. فشيء يعني على الاقل يعطيكم فد اطلاع انه عن الموضوع بشكل عام كله الدكتور بيشنت ريليشن شيب، و تركيزا على هذا البليف اللي حتشوفوه بالفيديو. فذكروني اخاف انسى انه الصق مع اسوي له اتاتشمنت مع الفيديو والهارد كوبي. نعم، ف with the growth of training school، ها العفو، قلنا المحور الاول هذا انه اكو بليفز وقويه جدا وريليجن، مثل ما كنا نقول لكم مثلا فاكسينيشن كثير يعتقدون مثلا سحر، مثلا بأمراض، مثلا كثيره هذه مؤامره، هذه فملح يعني هو اعتقاد ممكن ديني ممكن كاستم ممكن بليف. نعم، ف والمحور الثاني اللي مال المحاضره انه مع تقدم إلى علاقة طبعا بديش المحاضرات أيضا مع تقدم الميديكال تكنولوجي، إذا بالإنسترومنت إذا بال يعني باي كمبيوتر، طيب ماكو اتصال إلا قليل مع المريض، هذا أدى إلى أنه أكثر بعد ابتعد الطبيب عن معرفة الباك جراوند مال البيشنت اذا كان ريليجن ولا بليف ولا كاستم. فمجرد يعني
كأنه روبوتات تشتغل على المريض وصارت كليتها أنه يرسله إلى السي تي يروح يستلم النتيجة، ممكن حتى ما يشوف المريض ولا يحكي وياه وهكذا. هذا اللي تقريبا الدور حول هاي المحورين، فأدت إلى ضعف الدكتور patient communication. بعد ما ضعف طبعا المريض تأثر، التريتمنت الكذا، الآن رجعوا إلى تصحيح هذا المسار والاهتمام بهذا الأمر، لأنه هو مثل ما احنا كنا نحكي وانتم كنت تتعجبون بالبداية كيف انتقدت أو حكيت على أطبائنا والعيادات أو بالمنطقة العربية بهالأسلوب، بس هي كلها هاي يعني scientifically approved، ثبتوها وبدوا يعالجوها وبدوا يهتمون هذه الأمور. نعم، فهذا الكلام يعني يدور حتى يعني في شيء جديد عليكم. With the growth of training schools، كثرة هذه المدارس الطبية والأساليب التدريس وغيره، and خلينا نكبر الشاشة، and evidence based medicine اللي هي هذه يعني في الطريقة الجديدة، هو أنه استخدام أحدث ما موجود وكل الخبرة من الأطباء والسابقة واللاحقة والتكنولوجيا، ويضيفوا لها أيضاً الأهم هو أنه up to date research information، يعتمدون على العلاج والمانجمنت and diagnosis على يعني مرض معين، يشوفون أحدث البحوث اللي متعلقة بها ويمشون عليها وهكذا. فهذا اللي معناه evidence based medicine. There was هذا اللي تكلمناه بالعربي. There was a gradual separation of entities of doctor and religion. طبعا صار أكو فد gap و يعني space بين هذه المواضيع، بين معرفة الدكتور ب background مع ال patient وبهذه المواضيع believe religion custom. Beliefs about the value of human life, compassion, and the practitioner role in healing can greatly impact the quality of our work. هذه إذا أنت عندك معرفة بيها، وإذا كان التعاطف compassion أو المعتقدات مع human يعني قيمة الحياة الإنسان، وهذه كلها لها دور بالممارسة اللي هيؤدي إلى الهيلينج بالنسبة للمريض. هذا كله يقول لك درسوه وبدأوا يطبقوه، has an impact، أكو في التأثير قوي على الورك مالتنا، حينجح اللي قلنا بالتسلسل مال متابعة المريض والعلاج والcompliance الطاعة أو صح التعبير أو الرضا بالنسبة للمريض لماذا يخطو مع خطوات الطبية والهيلث كير طبيب مع مريضه. In the same way, religious belief of patients can affect the manner in which they respond to illness, suffering, pain, healing, death, and medical care. هذه همينة حتشوفوها بالفيديو، أنه يعني بنفس الوقت هو قلنا هذا تكلمنا أنه معتقداته حتأثر على حتى الألم، تحمله respond to illness، زين الموضوع الوفاة، الميديكال كير، كلها لها دور كبير جدا، هو معتقد ويؤمن بها إيمان شديد. هذه بعض اللي أشياء بعض منها، أنه some areas where knowledge of religion can improve. هذه اللي علاقة بهذه، أنه أنت بعد ما تعرف beliefs، يعني انت كدكتور هتعرف البيليفز، عندك معرفة بهذه الأشياء يعني ولو بشكل مختصر ولو بشكل يعني مركز، الأشياء الضرورية مثلا. طبعا هذه صعبة على اللي بلدان مثلا في أمريكا، اللي عارفة يعني أكثر من 350
يعني دين وكلتشر ومعتقدات. ف يعني واحد يتخيل انه كيف لازم يكون عنده اطلاع على عن الاسلام، عن المسيحيه، عن البوذيه، كثير هندوس وهكذا، الصين عندهم كذا 100 اسمه دين. فاكو فد اطلاع على الاقل عام مشترك، اكيد اكو اشياء مشتركه بيناتهم رغم كثرتها. يعني اذا الهندو الصينيه ولا الهنديه فيكون عنده اطلاع. فهذه كان امبروف كوميونيكيشن. هذا انت بعد ما تتعرف، مو انت بوادي هو وادي، او انت مستغرب ان ليش دا يحكي هذا الكلام. زين، ف this can promote empathy and trust in profession. هذا شافه حتى يعطي انه اكو ثقه، حيصير من حيصير ثقه وحصير يعني تراست، وهذا حيؤدي الى والتعاطف الامباثي حيؤدي الى ينجح العلاج والمريض يتعافى بشكل. ف beginning of life يعني اذا خليني اجيها على الاسلام، ولا يعني كيف الولاده، يعني كيف نشات الحياه، موضوع هذه التفاصيل الإذاعة الطبية وياها الدينية، meaning of life، شنو معنى الحياة، شنو السبب، يعني إحنا هنا في الأرض، وكل هاي يعني المريض إذا هو مثلا مسلم عنده معرفة، فلازم الطبيب معرفة معينة ومعتقد، فلازم الطبيب يفهمها. value of human life هاي تختلف طبعا من معتقد إلى أديان إلى حتى بعد الوفاة. يعني كل واحد عنده المسلم يختلف عن هذاك البوذي والبوذي، كل واحد. meaning of suffering يعني هذا مثلا احنا عندنا بالإسلام المعاناة والألم، هذا كله أجر وكله رفع درجات دنيا وآخرة. لكن مثلا عند الغرب أو المسيحيين أو يعني أو حتى اللي مثلاً ما عنده دين لكن هو يعني عنده معتقدات معينة، هذا يعتبر السفرينج يعني اللي يعاني منه، يعني هذا غضب وهذا لعنه وهذا، فما يرضى ويدخل في موضوع اللي حكينا هذه المحاضرة breaking bad news وكيف يمر بيها وهكذا. reason of illness هذا هم ضمنه سفرينج وreason. death and dying, life after death هاي كلها لها علاقة، لأنه المسلم يعرف طريقة واضحة، هذاك يعرف غير شيء بس نمر عليه بشكل سريع. مثلا شلون البوذية شنو تفكيرهم بهالموضوع اللي هو life after death. abortion and contraception هذا موضوع يعني أنه حرام فتوى بيها illegal abortion وهكذا. organ transplantation هذا بيها طبعا اذا organ ولا تشيو، يعني طبيت اني خلال هذه السنة كذا ندوة مشارك بيها مع اختصاصيين واطباء بالموضوع ال transplantation وموضوع التخصيب حقيقة، مال يعني الواحد يضيع العلم واصل الى درجة متطورة وشائكة بحيث يعني يحتاج لها مجلس إفتاء بالنسبة إحنا كمسلمين، وإنه هل هذا حلال حرام، هل يجوز أو حرام موضوع الـ يعني التجارب اللي على كثيرة بالنسبة البيضة مخصبة، لو بس بيضة، لو يشيلون بس الميتوكوندريا، لو نعم. psychiatric illness همينه هذول اللي أمراض النفسية، همينه قد تأتي من سحر، من معتقد، من كذا. use of indigenous drugs يعني إذا كانت مخدرات ولا غيرها ولا كثيرة، هذه همينه كل واحدة بيها كلام كثير. fasting circumcision هذا عندنا بالإسلام هذا معتقد، يعني البقية يعتبروا مثلا
هذا تعدي على الجسم بالنسبة للسكمسجن أو يعني سفرينج بالنسبة لطفل وكذا وهكذا. وفاستنج همينه احنا يعني نعتبره هذا أمر من رب العالمين وإلى بي يعني بحكمة، وشفنا أثره حقيقة موضوع. وهسه بدأت تثبت حتى أرقى البحوث أهميته، إذا كان فرض بل حتى النافلة اللي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اثنين خميس وهكذا. فهذه بعض الأمثلة among Muslims and Christians بين المسلمين والمسيحيين Catholic strong believe that life begins from conception، يعتقدون أنه الحياة تبدأ بعد الـ يعني البيضة المخصبة و نعم يعني امورتو ابورت، فغير خلقي ولا يجوز انه اجهاض الفيتس at any stage. طبعا عند المسيحية ابدا من البداية، عندنا بالاسلام بيها حكي كثير وفتاوى، لكن اكو انه بعد 40 يوم محرم وقبلها ممكن للاشياء فعلا انه تفيد الصحح، مثلا موضوع الامراض اللي حتنقل للفيتس نعم انه ممكن يشتغلون على الكروموسومال وغيره وتعديل، اذا اما اذا بس تملعب وتجارب هم يعني بيها حكي هم تصل الى يعني هاي مو شغلتنا، مو شغلتي يعني اقدر افتي بيها، لكن يعني على المستقبل اللي إذا أحد فت في هذا المجال أنه لازم يعني حتى لو أنت في الخارج ولا مكان تحتاج لها فتوى، لأن أنت يعني أنت مسلم ويدخل هو الأثكس من أول قلت لكم، يدخل بها الدين، يدخل بها العادات، تدخل بها أمور كثيرة. Doctors need to be sensitive about such beliefs when presenting options of care. هذا كله لازم يعرف يعني عند الطلاع حتى من يعرض الأوبشنات الخيارات مال الرعاية الصحية، يعرف إيش يحكي وإيش يقول وإيش يحط الأوبشنز. أمثلة مثلا إن Aboriginal New Zealand people communities their head hair is holy. في هذه حقيقة يعني في بحوث أنه يعني اللي يريد واحد يسوي تجارب عليهم موضوع الشعر، يأخذ منهم شعر يشوفون عليها واية تجارب موضوع النيكوتين سموكينج وغيره، فهم يعتبروه شيء مقدس ما يقبلون. هاي ذول الأبورجينال هذول الأصليين اللي هم هذه في قارة أستراليا وحتى أمريكا، اللي غزوهم البيض وقتلوا آلاف مؤلفة في أمريكا وفي أستراليا حتى يسيطرون على هذه القارات اللي بيها ما لذ وطاب من الطبيعة ومن الموارد ومن غيره. فبقوا هم اللي بقى منهم يعني أزلوا نفسهم، كثير منهم ما قبلوا يطبون ويا المودرن أو وسترن يعني كاستم وستايل، ولحد الآن يقيمون احتفالاتهم وكلامهم يعني لغتهم. وحاولوا الحكومات الآن يلا لفترة قريبة قبل يمكن 20-30 سنة بدأوا يعني يصلحون مسارهم معاهم، لكن بالتأكيد كان احتلال واضح وقتل للشعب الأصلي لهذه القارات. اي هذه قلت لكم مثال انه شلون نمر عليه مال البوذيه، هذول المحافظين كونزرفاتيف بيليف ذات ذا بودست كونزرفاتيف بودست بيليف ذات ذا بودي شود نوت بي ديستربد انتل 3 دايز. يعني هذا العلاقه بالاثكس انه انت يعني ما تقدر تتصرف الا على اساس ماله المعتقد، اذا كان يعني هو يقول لك احنا بعد ما يتوفى ما مسموح انه احد يقلق او ديسترب يعني زين يقلق هذا البدي الجسم، لانه معتقدهم يمر على
This will interfere with reincarnations. اللي هي يعتقدون أنه هذه الروح هتروح إلى new body. The rebirth of a soul in a new body. فهذه الفترة 3 أيام لازم ما حد يتحارش في البادي لأنه كنت قال. هذا معتقد واحد يعني قوانين الخارج تمنع من التقليد أو الاستهزاء أو عدم المبالاة بهذه اللي كل واحد معتقده ودينه وكذا. This would impact. هذا شنو العلاقة بالإثيكس؟ طبعا هذا قرارات الدسكشن with family regarding autopsy or organ. هذا ما تقدر أنت مثلا تسوي organ transplant إلا بعد مرور مثلا هاي 3 أيام وموافقة طبعا الأهل كذا أو هو موقع سابقا قبل ما يتوفى والأوتوبسي. هذا همنا العلاقة أنه النقطة الأولى اللي إحنا شرحناها ومربوطة هي يعني متشابكة مع بعض. هذا يعني اللي يبين لك 6 نقاط أنه البعض من some disadvantage of the modern medical school which reflect on the professional behavior of doctors. هذا اللي حكيناه ضمنا قلت لكم يعني انه روبوت صايره كانه ماكو اتصال ما يشوف الطبيب ما يشوف مريضه وبس ارسالات وكمبيوتر ويطلع السي تي ريبورت وهكذا. فهي هذه يعني الاولى هي هاي ذكرناها موجوده بالمحاضره هنا أنا ما مكتوبه انه هذا حيصير يعني شافوا انه بسبب هذا انه ما عنده اذا دكتور از نوت اوير اوف ذا بيشنت بليف اند يعني ما حاس انه اكو انت في مجتمع مالتي كلتشر ومالتي ريليجيوس بليف. فهذا طبعا اثر على العلاقه دكتور بيشنت ريليشن شيب. 2 سيبريشن بتوين ذا بودي اند ذا سول. More than 80% of those who go to doctor suffer directly from أغلب وإحنا هسه مرينا بيهم شفنا المنتل ديس أوردر اللي بعد ما مثل الحجر والكذا وكيف بعد بالعامي والمري يعني من مرضى أكيد منتلي هو وأثر طبعا بعدين منتل أثر على الهايبرتنشن وغيره وغيره. هذا حيصير هذا اللي صار يعني باسم المودرن medical score or evidence based medicine اللي حكينا اول سطرين في المحاضره. separation between prevention and treatment. نعم هذا دورنا احنا كله حيروح ولذلك مثل ما قلت لكم بالبدايه هسه بديتوا تربطون الحكي اللي كنت احكيه بالعربي العامي بالبدايه على العيادات على وضعنا. اعتقد هسه صار ربط. كنتوا بالبدايه تتعجبون مثلا الكلام هذا مالتي يعني الحكي اللي بدي يحكي فبريفنشن حيلغي يعني انه اللي هو بريفنشن از بيتر ذان كيور. هذه الصرف والبردن على الهوسبيتالز والاجهزه والمريض على الانكم مالته القليل في هذا الوضع الصعب. زين كيف انا بس اعتمد على هذا التكنولوجي وكذا وماكو كلام على البريفنشن اللي هو ابسط ما يكون واول اولوياته ونمبر 1 مثلا هيلث education. هذا ابسط شيء اذا ايا كانت الحاله اذا كانت هايبرتنشن ولا كانت فد اتيتيود سموكينج وغير الكحوليك درينكينج اكزارجيشن ان ذا سبيشاليزيشن which makes the doctor looks at a small part of the patient as if the whole human. اي يعني هو يعني زيادة وتركيز على الاختصاص الدقيق أو الحالة اللي دي يشكي منها البيشنت وعدم النظر إلى الجسم كله أو يعني وهذا طبعا أنتم مطالبين به العلاقة قلت لكم هذا الحكي أظن أنه موضوع الميديكال اكزامينيشن ما ممكن أنت كطالب أنه تجي حتى لو يعني حتى لو شورت كيس بالامتحان أو هذا أنه تجي على نفس الـ 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 المرض بشكل مباشر وتترك هذا بالهيستوري وبالإكزامينيشن.
احذروا يعني. طبعا هو كل طبيب كل كلية تختلف، إذا هو قال لك بس احكي لي على هذا الموضوع بالذات هذا واحد، بس هو الأفضل أن أنت تبدي هيستوري واكزامينيشن وتعم على كل الكذا، ما تجي على النقطة اللي فقط. إذا مثلا نجيب مثال مثلا مثلا يعني سيرجيكال كيس مثلا باليو نايدل ساينس او اني هكذا، او هيمورويدز مثلا هذه اللي تتبالي على السريع مثلا، ما لا تجي راسا على الكي يعني انه تحكي ذس هيمورويد او كذا هي واز سفرينج كونستبيشن ومن هالحاده، لازم تحكي الجنرال تحكي الهيستوري يو اكزامين ذا هول بودي، بعدين تجي تصل الى هدفك او السبيسيفيك يعني ديفرنشال دايجنوس. مودرن تكنولوجيز هاي اللي قلناه انه كانه روبوت يعني كانه ليفينج ذا سنسيشن اوف ذا بيشنت اند سايكولوجيكال همين، هذه لا نفسيه لا كلام، دزن كثيره عشرات الاسئله question that revolve in mind not to mention many of the possible communication of those techniques. ما راح يصير كلام بينهم وهذا ولا النفسيه ولا زين هكذا. كذلك انه بالهيلث كير in many countries Bayer is giving to هذه فد نقطه يعني ها كل دي نحكي سلبيات او disadvantage يعني. كذلك هاي المودرن تكنولوجي والانسترومنت والمختبرات والاشياء بشكل عام تركز طبعا، وهذا بالمناسبه هذا له علاقه بال انه يعني هاي واحده من الاشياء اللي تثبت هذا البلد ديفلوبينج وديفلوبت، زين هو انه اذا تساوت المحافظات او القرى بل حتى وصلوا الى القرى والحافه يعني البريفري مع السنتر خلاص بدت هاي تتكون دوله ديفلوبد كونتري. وشوفوا انتم الان يعني بلدنا ولا البلدان المحيطه ولا كذا، شوفوا الفرق يعني من تجي كلها بالسنتر، وشوفوا يعني بغداد كل شيء بيها وكذا، هذا بعدين تبدي تقل بالمحافظات الاشياء المتوفره واللي هذا المودرن ميديكال سكول وغيره، وروح الى القائم وروح الى الكذا وشوف الفرق بعد اكثر من الرمادي. فهي هذه priority is giving to large high technology hospitals with severe neglecting اهمال in primary health care، ويا هذولاك اللي قلناها كم امثله. خلصت هذه المحاضره، ان شاء الله عجبتكم وهي في شيء انترستنج وجديده، وإن شاء الله نلتقي على خير، نراكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.